عايزين بقى نعمل ابلود للبرودكت ايمج للصوره عشان نقول سيبنا من الريندر دلوقتي معلش انت بنستخدمه بس دايما في النهايه عشان نتست اللي احنا عملناه. لكن المره دي انا محتاج ان انا هعرف variable اسميه file extension عشان يشيل الايه الاكستنشن بتاع الفايل اللي اترفع. فمثلا هقول له روح على الابلود فايل اهو ابلود فايل دوت اي دوت ام اي ام اي اللي هو الميم تايب اللي هو الانواع بتاعه الايه الفايل الاكستنشن بتاعنا وهسبلت منه اول واحد بعد العلامه اللي هو هيجيب لي كده الفايل اكستنشن ده. يعني انا بس عايز مش عارف تفهموها ولا يعني ايه يعني عارف ان دي هتبقى عندكم قلق. تعالى كده هترندر بس عشان اوريكم اللي انا اقصده ليه عملت السبليت والبتاعة دي اهو. هطبع لكم الـ MIME اللي هو ايه المالتي تايب يعني بتاعت اللي هو بيشيل انواع المالتي بارت تايبس اللي هي الانواع بتاعت الفايلات. يعني لو انا جيت كده وارجع كده باك هذه الصوره هي جي بي جي صح؟ دوس سيف اللي هي ايمج على جي بي جي خدت لي بالك؟ فانا باخد بعد اول بسبلت بعد اول سلاش بعد اول سلاش عايز اخد الكلمه دي جي بي جي. فهمت الفكره؟ عشان نبقى جايبين الايه ده الامتداد ده الفايل اكستنشن. يعني هو سبلت على اول اكستنشن عايز ايه اللي هي كلمه جي بي جي هيسبلت من اول كده وانا عايز من اول واحد اللي هو لغايه الاخر اللي هو كلمه جي بي جي. خلاص كده ده الفايل اكستنشن. يعني لو احنا طبعنا الفايل اكستنشن كده ارجع باك وسيف طبعا انتوا عندكم في الداتابيز لما الداتابيز ولعت تحت مش مشكله بقى هي دي جي بي اي جي. خلاص كده شلت النوم يعني كده جبت الفايل اكستنشن بالفعل. خلاص جبت الفايل اكستنشن بالفعل ماشي كويس جدا. بعد ما جبت الفايل اكستنشن عايز اجيب اعمل ايمج نيم. عايز اعمل ايمج نيم اعمل ليت ايمج اندرسكور نيم. ايه الايمج نيم دي؟ عايز اعمل للصوره اسم. فكره الصوره اعمل لها اسم دي في ناس بتاخد طبعا بتسجل الصوره جوه داتابيز. احنا مش سجلناش الصوره جوه داتابيز سجلنا اسمها بس لكن كل واحده فيهم ليها مميزات وعيوب. لو انت بترفع صور ما فيهاش سكيورتي قوي صور منتجات صور مش عارف ايه فيفضل لازم تعمل زي ما انا بعمل كده للسرعه كده نرفع بس الصوره بتاع السيرفر ونديها رقم بس يكون مميز عشان لو حد ما ينفعش ارفعها بنفس اسمها لان يعني وارد انا ارفع صوره اسمها عادل واحد تاني يرفع صوره اسمها عادل تنزل نفس الفولدر ترابلس تبقى مشكله. فتطلع في الاخر تعرض الصوره بتاعته هو وهكذا لان الاسم تشابه وحصل ريبليس. وما ينفعش تاخده برده اي حاجه تكون بتتكرر. فاحنا عايزين نديله حاجه يونيك حاجه مميزه. فالحاجه المميزه دايما بتاعت الصوره هو الاي دي بتاعها الاي دي بتاع الريكورد ذات نفسه. يعني البرودكت ده رقم 13 يبقى الصوره اسمها 13 دوت جي بي جي خلاص بقت مميزه. فانا عايز اعيد التسميه بالمنظر ده. فكل الفكره ان احنا فاكرين انسر ريزلت دوت انسرت اي دي هقول له ريزلت دوت انسرت اي دي جنبيها عايزك تضيف لي دوت وبعد الدوت حط الفايل اكستنشن بتاعك شكرا كده هكون كونت الايه الايمج نيم بشكل سليم. كونت الايمج نيم بشكل ايه بشكل سليم جدا خلاص حلو جدا. الاول عايز اتاكد انه رفع صوره ما رفعش بي دي اف ما رفعش مش عارف ايه اتاكد ان هو رفع صوره. فهقول له اف ان الابلود فايل دوت ام اي ام اي اللي هي اللي احنا عرفنا اللي بتشيل الانواع اللي هي مالتي بيربس انترنت مش عارف ميل ايه بس اتغير طبعا مش بقت الايميل بس يعني عشان كده الاختصار بتاعها ما بقاش معبر فاحنا ما بقناش بنستخدم الاختصار قوي.
لكن المفترض ان هي بتشيل انواع الفايلز اللي اترفعت ماشي. فبقول له لو كان الفايل تايب كان عباره عن ايمج على بي ان جي خلاص بالنسبه لنا مقبول, او ايه او الانواع التانية اللي هقبلها في السيستم بتاعي ايه هي. ممكن احطها تحت كده او مش بي ان جي بقى, ممكن تبقى ايه جي بي جي خلاص. و جي بي جي بس, واخر حاجة عندي مثلا جي اي اف مثلا. طبعا مفيش اور تاني. طبعا لو انت عايز تعمله بي دي اف هتشوف بقى ايه الفايل بتاع بي دي اف نوعه بيتكتب ازاي, او ملف الوورد او ملف, بس ده غير الايه الملفات اللي انت بتقبلها. وادي الكود بتاعي, لازم يكون الفايل واحد من دول. طيب إلس معناها ان نوع غير دول, غير السبورتد فايل, يعني نوع غير اللي احنا بنسبورته. فاقول له بقى هنحط مسج, بقى نعرض له مسج نقول له ان فاليد فايل فورمات او ايمج فورمات, ايمج فورمات فاليد ايمج فورمات, وهنحط نقطه ونقول له اونلي البي ان جي ال جي بي اي جي مثلا اند جي اف على سبيل المثال ايمجز وايمج فورمات ار الاود. يبقى دي بس الايه انواع الملفات اللي هي مسموح, او انواع الصور اللي مسموح برفعها. في الحاله دي نرندر بقى في نفس الصفحه زي ما احنا واقفين الايه ان في مشكله. نرندر ازاي اهو فبستو, بس عرضنا مين المسج اللي احنا عايزين نعرضه. تمام. لو عايزين نجرب الحته دي ممكن دلوقتي نابلود فايل من فايل مثلا دوكس, واختار اي شيء. بس خد بالك بقى ان وادي الفايل اهو, قلت له سيف برودكت, قال لي انفاليد ايمج فورمات اونلي البي ان جي والجي بي جي والجي اي اف هم دول بس اللي قالوا. حلو جدا. بعد كده طبعا هو عمال يرمي في الداتابيز مش مشكله, بس بدا يفهم انواع البيانات اللي احنا هنسبورتها. طب سليم احنا قلنا الالس, طب كويس هو صح. يعني عايز ارفع الصوره دلوقتي اعمل ايه بقى؟ ايه الكود بقى فعلي بقى اللي هيرفع بقى؟ الكود بسيط جدا, ان انا اروح على ابلود فايل ده وهقول له في حاجه عندي في فانكشن شهيره جدا اسمها ام في بس. خلاص ايه الفانكشن بتاع ام في؟ قال اديني بس المسار اللي انت عايز ترفع الحاجه فيه. قلت له كلام جميل جدا, هو المسار بتاعنا عند بابليك وبعديها اسيتس خلاص, وبعد اسيتس عندنا ايمجز على ما اتذكر, وبعد ايمجز عندنا ايه بقى؟ بعد ايمجز عايز احط الايمج نيم صحيح؟ يعني عايز احط هنا الايمج نيم بالاكستنشن بتاعها. خلاص كده الايمج نيم الاكستنشن بتاعها, ده كلام جميل وبس خلاص. ده المسار, ده الباس. ممكن اعمل كوما يقول لي كول باك فانكشن بس لو بعد ما الصوره بتترفع ايه اللي بيحصل. قلت له ما عنديش غير بس ان لو في ايرور, ادي الفانكشن بتاعتي لو في ايرور او فانكشن كده على السريع. لو في ايرور هطلع بس رساله الايرور اللي حصلت, هقول له اف ان في ايرور. كل اللي عايزين نعمله ان نريتيرن ريسبونس طبعا على ستيتس ان في ايرور عندنا في السيرفر, في ايرور 500
سيرفر ايرور، وهبعت الرساله اللي هي سند، هبعت له ايه الرساله الايرور ده نفسه هبعته له ده في حاله ان في اي ايه اي مشكله عندي حصلت. طيب هل المسار ده سليم؟ نروح نبص بصاي عليه، ممكن نعمل كده public assets ASETS مظبوط، images مظبوط، حتى لما فيش غير لوجو دوت بي ان جي. ماشي بسم الله، نرجع تاني كده وماشي سامسونج وسامسونج نيو فون مثلا، ديسكريبشن وندور على اي صوره في الايمجز. ماشي دي سامسونج 1، وقلنا بقى ايه سيف. طبعا ممكن ياخد وقت لو الصوره حجمها كبير ولا حاجه بيلود، بس انا تقريبا ده كده علق لان 0 بايت والراجل زعلان. طيب على العموم نيو سامسونج فون ده نشوف الداتابيز راح ولا لسه الدنيا مهنجه. نيو سامسونج فون راح على رقم 19. طيب هنا الايمجز ما راحتش، طب ممكن نعمل كليك كمان نقول له وريها لنا كده في الاكسبلورر اهو ايمجز، الصوره راحت برقم 19 وحصل لها ابلود فعلا زي ما احنا شايفين اهو، الصورة راحت عندنا بالاي دي بتاعنا كل حاجة. امال ليه بقى الموقع كمان نتلي؟ بس كان محتاج حسيت له غباوة يعني غباوة. ماشي ما مش عارف احنا عشان ما عملناش احنا اي ايقاع لو الدنيا مشيت سليمة، يعني احنا قلنا بس لو في ايرور هتطلع الايرور. طب إلس ايه اللي هيحصل؟ إلس ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هقول له ماشي ممكن تريدايك بقى على الصفحة الرئيسية، خلاص ما هو المفروض بقى الصفحة الرئيسية فيها عرض ولا ايه؟ فبس مجرد ان احنا ممكن نخليك بس أو يعني ممكن اطلع بس على الصفحه الايه الرئيسيه، اطلع ازاي اقول ريسبونس دوت ريدايركت، يعني تحول بيا ريدايركت تحول بيا انقلني على سلاش، خلاص كده هيرجع بيا على الموقع على الموقع الرئيسي لو كانت الدنيا تمام والصوره اتعمل لها ابلود وكله 100 100. فهرجع كده على الاد تاني اقول له اوبو اوبو 9 7700 خلاص، ويحط صورة وقلنا له سيف ودانا على الاندكس فعلا كده اشتغلت تمام. اما نشوف الداتابيز بتاعتنا نريفريش اوبو 9 رقم 21، يعني المفروض يبقى في صورة 21 اترفعت، صورة 21 اترفعت بالفعل زي ما احنا شايفين اهو. وطبعا لما دوست مرتين نزلت صوره 19 وصوره 20 عشان انا كنت دوست مرتين على نفس الفورم، فهو ضافه مرتين وما بيعملش حاجه، ما كانش بيعمل حاجه. دلوقتي خلاص بقى بنخليه يتنقل للدايركت، للاسف يتنقل ريدايركت على المين سكرين. وفي طبعا المين سكرين تعرض لي بقى كل البرودكتس اللي احنا ضفناهم ان شاء الله.